حقيقة اندفاع كبير أمام بوسكيتس أمام إنيستا، التوزيع إلى دييغو كوستا، دييغو كوستا أمام يوان بالعلوان، والمحاولة في تفادي خروج أيمن البلبولي، والتصويبة والهدف الأول، الهدف الأول من ياغو أسباس. شفنا معناها التردد في وسط ميدان المنتخب التونسي، ومن بعدها العمل من دييغو كوستا، ثم يلقى الحلول عبر ياغو أسباس اللي صوب وغلت الدفاع المنتخب الوطني التونسي وأحداث الفارق من جانب المنتخب الإسباني. في وقت قلنا نجمو نتفاداو أهداف من جانب المنتخب الإسباني، لكن شوفوا التوزيعة وشوفوا الديكالاج يلقاه دييغو كوستا، التوزيعة الدقيقة إلى دييغو كوستا، شوفوا محاولة تجاوز يوان بن علوان، أيضا خروج الحارس أيمن المثلوثي، ثم يرجع ومباشرة تصويبة اليسارية من ياغو أسباس. رغم التواجد ياسين مرياح في دفاع المنتخب التونسي وعلى خط المرمى، تمكن لاعب سيلتا فيغو من التسجيل وأحدث الفارق في هذه الدقائق الأخيرة للشوط الثاني. الأسبقية إسبانية دقيقة 85، ياغو أسباس تمكن من افتتاح باب التسجيل من أخذ الأسبقية للمنتخب الإسباني. كنا نجم نتفادوا هذا